الأساليب اللي مجيتكم بالنوفيل فيديو كيف ما شفتوا في العنوان لا فيديو على الهضره الشماليه والهضره الداخليه بزاف فيكم تسالوا علاش انا ما كنهضرش بالداخل علاش ما كنهضرش بالشماليه كنهضر بالداخليه علاش يعني كاين اللي قال واش ما مفتخرش بالهضره ديالي واش 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 يعني بزاف الناس تسالوا دونك انا جيت اليوم نوضح لكم الاسباب علاش انا ما كنهضرش بالشماليه وبالمرة أنني نغير شي شوية من العشان باش ما جيكمش لقمت فيها وما بقوش غير في لاغوتين دونك قبل ما نبدا هاد لا فيديو نتمنى تخليو ليا تعليق كيف ما كيجوكم الفيديوهات ديالي واللي اللي مازال ما تابونيت ابونا واللي اللي اول مره كيتفرج لا فيديو تابونا في لاشين ديالي ومرحبا بك لاشين. المهم البنات احنا في رمضان كنصور لكم هاد لا فيديو واقيلا هادي دابا جوج حيت نهار رمضان كاملين كنكونوا مسخسخين ومشغولين وبزاف ديال الحاجات دونك ما عنديش الوقت انني نصور في الصباح. انا اول واقيلا وحده ما كندير لكمش لا روتين ديالي ديال رمضان ماشي ما كنديرش لا روتين ولكن كيف ما قلت لكم ما زعما ماشي في لا فيديو اللي قبل قلت لكم ما كنعرفش نطيب صافي دير انني نهائيا ما حدكاش بالعكس الحمد لله تعلمت شويه يعني عاونتني ماما عاونتني مرات خاي عاونتني اختي يعني لا فامي ديال راجلي حتى هما يعني نهار اللي كنفيق كنقول شنو انا غنطيب كنعيط لهم في التليفون كيف تيعي لي المقادير. المهم هاد الهضره كنعاود لكم او ميم طو البنات اللي متخوفات مخجلات على الزواج وما كيعرفوش يطيبي كيطيبوا ما تخافيش ما تخلعيش ما تدهشيش ان شاء الله غادي تطيبي مزيان وغادي تعلمي وغادي تكوني حادقه. انا كلشي كان كيتسائل انني جيت لدار راجلي وانا ما كنعرف نعمل حتى حاجه ولكن الحمد لله اول مره غنطيب راجلي عجبته الماكله قال لي واش انتي متاكده انك ما عمرك ما طيبتي واش انتي متاكده باللي هذه سي لا بروميير فوا انك طيبي وي سي لا بروميير فوا انني كنطيب والحمد لله انني الماكله ديالي جات زوينه وجات بنينه ولذيذه دونك ما تخافوش. المهم باش ما نبعدوش على الموضوع بزاف ونطولوا في لا فيديو غادي نبداو. الى عجبكم لا فيديو خليو ليا تعليق تما ندير لكم الجزء الثاني والجزء الثالث فنشوفوا فين غادي توصل. طلق هاد السراح الصعد خصني دابا نصور وغادي نمشي نتسحر. دونك البنات كي جاكم بعد رمضان؟ انا الحمد لله مزيان واخا كنكون في النهار فاتيكي وكنكون مهلوكه ولكن الحمد لله ما مغلوباش مزيان بارفي. المهم قبل ما نبدا لا فيديو غادي دابا راه كنصور وعيني على الكرون كنشوف شحال وصلت في الدقائق باش ما نطولش لا فيديو نحاول زعما ما امكن نديرو قصير ولكن حيت نتوما زوينين كيعجبني نهضر معاكم. المهم راني وجدت واحد خربيق وزربيطو. المهم غادي نبداو بكلمات. المهم انا الصراحه يعني ما اختاريتش يعني داكشي منظم اخترت داكشي عشوائي يعني الهضره اللي فاش كتجيو عندنا للشمال كتسمعوهم باش نكونوا واضحين يعني الشمال ماشي كامل بين على نفس الهضره. الا مشيتي لطنجة ماشي هي تطوان الا مشيتي لعرايش وزان الشاون يعني بزاف الهضرات مختلفين واخا حنايا شماليين كاملين بينا. المهم اول حاجه غنبداو بها اللي هي معروفه بزاف هي كلمه اش كدير يعني شوف اش كدير يعني فيها كلمه بالتطوانيه كنقولوا شني كدعمل شني كدعمل لي بزاف كيقولوا شني كدعمل العائله شنو كدعمل العائله. المهم قبل ما ننسى فاش نقول لكم شي كلمه ديروا بوز
وكتبوا لي في الكومنتير ونشوف شكون اللي يعني شحال منكم عرفوا الهضره، شحال منكم يعني سامعينهم وهذا يعني فهمتوا دابا كيفاش ديروا بوز وتهبطوا الكومنتير وتكتبوا، ومن بعد تعاودوا تعملوا بلاي وتشوفوا واش هذيك اللي كتبتوا هي اللي صحيحه. من بعد كنقولوا انتوما كتقولوا كي داير، حنا كنقولوا كيف نتينا، يعني اللي هادي عندكم عيب، بالاخص هنايا في الرباط عندكم عيب هاد نتينا، حنا عندنا نتينا كنقصدوا بها ولد وبنت، نتوما عندكم عيب، دونك كاين فرق. اللي نتوما كتقولوا السدادر، حنايا كنقولوا مطربه، يعني السدادر اللي كيكونوا في الصالونات حنا كنقولوا لهم مطربه. وحاجه واحده اخرى، باش حنا كنعرفوكم نتوما داخليين وانتوما ما كتعرفوناش حنا واش داخليين ولا شماليين، لان كاين واحد الفرق في الحروف، كاين شي الحروف حنا كننطقو في شكل وانتوما كتنطقو في شكل، دونك في هاد لا فيديو سمعوا مزيان كيفاش كننطق الحروف باش حتى نتوما تنطقو بحالهم. المهم كنقولوا نتوما كتقولوا الماطلة، حنا كنقولوا الكورتشون، يعني كورتشون ماشي كورشون، كورتشون تش تش. المهم كورتشون هو الماطلة اللي كنعسو عليه اللي كيكون في لولي، هو عندنا الكورتشون. نتوما كتقولوا هاد البلاصة هادي سميتها القادومة، حنا كنقولوا لا العتنون، يعني لا مجال للمقارنة. نتوما كتقولوا الفم، حنا كنقولوا الطقوم. نتوما كتقولوا فورشيت، حنا كنقولوا تنيدور. وكاين بعض المصطلحات اللي عندنا حنايا بالاسبانيولا، نتوما كتقولوا خيزو، حنا كنقولوا الجعده، نتوما كتقولوا الدنجال، حنا البرنجال. المهم كاين شي شويه الفرق. نتوما كتقولوا الموس، حنا كنقولوا الخدمي. نتوما كتقولوا الثلاجه، حنا كنقولوا النبيره. نتوما كتقولوا الفول، حنا كنقولوا الباون. نتوما كتقولوا السوفيتمون، حنا كنقولوا كاميسيتا. وهذه اللي صراحه قليل اللي غادي يعرفها، المهم هذه الصراحه انا ما غاديش نجاوبكم عليها، هو الشوفو. نتوما كتقولوا الشوفو اللي هو السخان ديال الماء، دونك شنو هو بالشمالية؟ هذا غادي نخليه لكم السؤال اللي غادي تعرفوا. شوفوا شكون اللي غادي يعرفوه بزاف، وما تسولوش ما تسقسيوش، اللي غادي تجاوب غادي تفكر في راسها وتشوف شنو كنقولوا له حنايا. يلا نشوفوا شكون اللي غادي تعرفوا، خليوها لي في كومونتير. المهم شوفوا ما غاديش نقولوا الغساله اللي هي لابادوره، ماتيش حنا كنقولوا طوماتيش كما قلت لكم طوماتيش. ثم كتقولوا الدجاج، حنا كنقولوا الجداده اللي كلشي كيعيب علينا وكلشي كيضحك علينا. نتوما كتقولوا الظلام، حنا كنقولوا اسلس. الشمس، حنا كنقولوا قيله. الصهد، السخانه. حاجه واحده اخرى، ندير لكم مسابقه، يلا نشوفوا شكون فيكم اقوى. شوفوا انا غادي نعطيكم شحال باقي لي ديال الكلمات، 1 2 3 4 5 وهذيك 6، يعني 6 د الكلمات، وشكون اللي فيكم غادي يعرف الاجوبه الصحيحه، وخليهم لي في كومونتير نشوفوا شكون هذا اللي غيكون توب انه يجاوب على هاد 6 ديال الكلمات. ما تمشوش تسقسيو راجلي. كيما قلت لكم كاين شوفوا، كاين كلمه ديال كنتهر، شنو هي كنقولوا لحنا بالشماليه. الفرماج الاحمر، داك اللي كيتباع في يعني كيديروه في البيتزا، يعني كيتباع في مارجان، كنت غادي نقول لكم هي كلشي كياخذوا من الفنيدق، يعني كيجيو كياخذوها بزاف من الفنيدق حيت كيكون رخيص، ولكن موجود. القرعة د الماء، يعني لابوتي، شنو كنقولوا لها حنايا. الحلقات لي بوكل، والصنداله ديال الصباع، لا صنداله الصباع الصراحه ما غاديش، ولا حتى هي نخليها لكم ما نعرف. المهم يقدروا تكونوا عارفينها تقدروا ما تكونوش عارفينها. نشوفوا شكون اللي غادي يعرف هاد 6 الكلمات اللي انا عطيتكم. صراحه
الى لقيت ان لا فيديو عجبكم وخليتو عليكم خليتو لي لي كومونتير ندير لكم الجزء الثاني، وفي داك الجزء الثاني غادي نجاوبكم على غادي نقرا لي كومونتير ونجاوبكم شنو هما هاد الكلمات. والا ما لقيتش ما عجبكمش لا فيديو او ما لقيتش اقبال ولا شنو كنسميوها اي ضربت يدي الى زعما ما كاينش تفاعل في لا فيديو دونك مشتوني مشكم. المهم انا عطيتكم شويه ديال الكلمات باش ملي تجيو عندنا في الصيف تكونوا عارفين شي حاجه الا سمعتوها. دونك بهاد لا فيديو صهد بزاف دونك عرفتي حل الشرجم والهواء ما كيتحركش صهد بزاف. المهم انا غادي بهيدا غادي نكون ساليت لا فيديو. وقبل ما ننسى يعني السبب اللي انا ما كنهضرش بالشماليه كما قلت لكم ماشي حيت ماشي مفتخره بها، بالعكس هذيك مدينتي وتربيت فيها وكبرت فيها تعلمت منها بزاف ديال الحاجات يعني مستحيل انني ما نكونش مفتخره بها. وجدودي وعائلتي كلها تطوانيه، انا يعني ماشي تزاديت في شي مطار وجيت عشت في تطوان اولا انا تزاديت في تطوان وعائلتي تزادوا شي مطار، بالعكس حنايا ابا عن جد يعني كما كنقول حنا تطوانيين على حقنا وطريقنا يعني الحاجه اللي انني كتخليني انني كنهضر بالداخليه بحكم انني فاش كنت نقرا في المعهد تلاقيت مع الناس كانوا غير من كازا من رباط من فاس من مكناس، دونك يعني عادي هي يعني كل شيء على الولف ماشي كيسيون ديال افتخار ولا ماشي افتخار، بالعكس احنا كاينين بينا خوات كاينين بينا يعني ماشي ضروري انا الا خلقت واحد المطار ورجعت كنهضر بواحد اللكنه ولا بواحد الهضره دونك انا نسيت اصلي ولا انا ما بقيتش باغا داك الاصل ولا ما بقيتش باغا مدينتي، بالعكس هي غير الولف دونك حاجه واحده اخرى عاوتاني بحكم انني كنت كيكون عندي تواصل مع الناس بزاف يعني كان وحاجه واحده اخرى قبل ما ننسى اللي السبب اللي خلاني انني ما نهضرش بالشماليه ماشي حيت ما مفتخراش بالهضره ديالي ولا مفتخراش بمدينتي، بالعكس حنا كاملين بينا خوات كاملين بينا مسلمين، دونك ماشي حيت انني بدلت الهضره ديالي يعني انا مفتخراش باصلي ولا مفتخراش بمدينتي، هي كتبقى الولف وصافي. بحكم انني فاش دخلت المعهد تلاقيت مع الناس من كازا من رباط من فاس من مكناس يعني اغلبيه الناس كانوا معنا داخلين، دونك سي نورمال ان الهضره ديالي تبدل بحكم باش انهم يفهموني ويعني احنا ما غاديش نبقاو نشرحوا الهضره وهذا بحال اللي كنبسطوا الامور كان يعني بقيت كناخذ منهم كلمات كناخذ يعني هضره منهم باش انني نتواصل بها مع الناس، وبحكم ان الدومين ديالي صعيب شويه وكنتواصل مع الناس بزاف كما كنعرفوا حنايا التطوانيه هضره مبعكه وبزاف ديال كل واحد كيفاش كيعتبره، فبحال كنت زعما نقولوا كنبغي نبان مرجله يمكن زعما نكون كنبان زعما فهمتي زعما كابابل انني زعما راه كنخرج عيني في الناس وكنهضر بالداخليه، دونك هادشي اللي كاين ماشي حيت ما مفتخراش ولا بالعكس. شوفوا هي كل مدينه وعندها عندها لو شارم ديالها، المراكشيه الصحراويين الناس ديال الشلح الناس يعني سبحان الله ان كل مدينه وكتلقى عندها عندهم يعني شي حاجه خاصه بهم، دونك هذا غير ولف
باش انني كنبسط الامور باش انا كلشي كيفهمني كنهضر بالداخليه. ولكن الا لاحظتوا راه ماشي داك الداخليه الداخليه يعني راه باينه انا شماليه واللي ما كيعرفنيش شماليه تطوانيه كيقول لي واقيلا انت شماليه الهضره ديالك شماليه دونك صافي هذا هو السبب اللي انا خلاني انني كنهضر بالداخليه. دابا غادي نقول لكم ابيانتو في فيديو واحد اخر ودابا غادي نمشي نتسحر حيت هذه راه ثلاثه قلقصم قبل ما يفوت عليا الحال. الا كنتو كتسحروا وكتفرجوا في الفيديوهات ديالي بون ابيتي وبصحه فطوركم. دونك غادي نقول لكم تهلاو فراسكم بزاف ابيانتو بيزو.